متابعي اليوم السابع في كل مكان، لسه مكملين مع حضراتكم نقل فعاليات افتتاح دار القوى الناعمه التابعه لنقابه الممثلين، وبينورنا النجمه عبير صبري. صباح الخير. صباح الفل ومبروك. مبروك عليكم وعلينا كلنا صراحه. مبروك علينا كلنا، مبروك للانسانيه كلها، انه حاجه جميله زي دي تحصل عن طريق نقابه التمثيل، وصرح كبير وحلو، فكرته حلوه وحنونه وجميلة، فأنا مبسوطة وصباح الفل، وكل سنة وكل الناس طيبة وبخير يا رب. الحقيقة احنا كان بالنسبة لنا حلم كبير، واعتقد فنانين كتير كانوا بيطالبوا بانشاء دار المسنين، لان في حالات كتير من الفنانين صعبة، ومش كل الناس على نفس مستوى من النجومية والدخل زي ما الناس متخيلة، ان هو الفنانين كلهم معاهم ملايين وعربيات وفلوس كتير. نبي عليا، هي اهم حاجه انا عايزه اقولها، ان مش كل الفنانين عندهم ملايين ولا الكلام ده كله، واذا ده موجود فهم نسبه قليله جدا، فبالفعل اعتقد انه في عدد كبير قوي من الفنانين ممكن يحتاج الخطوه دي في يوم من الايام، وربنا يخلي لكل الناس اهلها وتفضل في ظهرها وتدعمها. لكن برضو هي فكره عظيمه جدا، انه لو حد محتاج في توقيت يعني حرج في حياته يلاقي الرعايه والعنايه دي. كمان شايفين حاجة على مستوى عالي جدا، مستوى راقي، يعني 4 نجوم 5 نجوم تقريبا، وزغاريط الفرحة. أيوة ما شاء الله ما شاء الله، حاجة كويسة أوي. مبروك لكل الفنانين، ومبروك زي ما قلت لفكرة الإنسانية كلها يعني. شكرا جزيلا، بشكرك. ميرسي علي.